عادت الاحتجاجات مجددا وبقوة داخل دولة الاحتلال بعد مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائية المثيرة للجدل التي يرى معارضوها أنها تقوض الديمقراطية. وتسببت خطة الإصلاح التي طرحتها حكومة الاحتلال بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي، وأثارت مظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع العام. ومرر البرلمان ليلة الاثنين الثلاثاء في قراءة أولى بندا أساسيا من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع المنطقي لقرارات الحكومة. هذا ويواصل المحتجون خطواتهم التصعيدية المتمثلة بإغلاق الطرق والتظاهر في ميادين رئيسية، إضافة إلى خطة بالتوجه للاعتصام أمام منزل نتنياهو خلال اليومين المقبلين والتهديد بشل الحياة وتوقف جميع الخدمات الرئيسية. وللمزيد من التحليل والمتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إسماعيل مسلماني. أستاذ إسماعيل، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. مساء الخير لك ولكافة المستمعين الكرام. يعني سيدي، عودة الاحتجاجات يعني هي لم تتوقف عمليا، ولكن الآن عادت وبزخم كبير، كيف تنظرون إلى ذلك وإلى هذا التصاعد في الاحتجاجات؟ نعم، طبعا هذا لمدة أكثر من 9 شهور تقريبا مع بدء تشكيل هذه الحكومة التي هي بدأت من خلال الائتلاف الحاكم، والذي أعطى انطباعا بأن بالتأجيل للمرة الثانية لن تسمح له الائتلاف، لقد مدده سابقا، وبالتالي هذا الأمر جعل من الوصول إلى مرحلة الحسم بتمرير باقي التشريعات. والأخطر هي تعد، وهي كانت 3 قضايا: القضية الأولى تعيين لجنة القضاء لم يتم حسمها، حجة المعقولية وهي التي أثيرت الضجة الكبيرة حولها والتي على أثرها سوف أتكلم عنها لاحقا، ومن ثم موضوع المحكمة العليا. إذا نحن نتكلم عن 4 مراحل لتمرير بين قوسين حسب ادعاء الائتلاف أن هذا تصحيح للديمقراطية، بينما المعارضة اعتبرت أن هذا الأمر انقلاب على الديمقراطية وأنه حان الوقت إلى مرحلة تصعيد، بمعنى أن يكون أيام أكثر. على سبيل المثال اليوم كان هناك جزء لإغلاق بعض المداخل في منطقة طريق 6 باتجاه أيلون لإدخال الكيبوتس على مداخل البوابات لبعض المستوطنات، لم تكن كبيرة بسبب هي دعوات من قبل المحتجين، لكن قادة الاحتجاج دعوا إلى يوم السبت وتحديدا إلى يوم الاثنين بانضمام مؤسستين، أهم مؤسستين نقابة الأطباء وبالإضافة إلى نقابة العمال بين قوسين الهستادروس. ما هي حجة المعقولية التي أثيرت الضجة على أثرها اعتقال أكثر من 150 إسرائيلي، وبالإضافة إلى إصابة ما يقارب حوالي 40 شخص تم تحويلهم إلى المستشفيات، وهي تعد الأكبر احتجاجا. الأمور وصلت ذروتها بشكل كبير. حجة المعقودية تعني لها عدة بنود، البند الأبرز لها أنها تحد من تدخل إعطاء إداري قرارات إدارية من قبل الحكومة، وبالتالي على المحكمة العليا أو المستشارة القضائية تمنع ممارسة أو تمرير أي إداري تقوم به الحكومة. على سبيل المثال مثل زي حين كان وزيرا أصبح وزيرا أرئي درعي من حزب شاس المتهم بقضايا جنائية في داخل الأسر، مثل هذه القرارات الإدارية التي لا تتناسب مع المحكمة العليا أو مع المستشارة القضائية للحكومة فورا تقوم. هنا تقوم المعارضة تعتبر أن هذا أمر تدخل من قبل السلطة القضائية في جهاز عمل السلطة الحكومة، وتم التصويت عليه فقط في القراءة الأولى، بقي القراءة الثانية والثالثة. في الواقع نتنياهو الآن في مشهد مأزوم جدا، لأول مرة في المشهد الإسرائيلي تزامن مع تقرير توم فريدمان، يعتبر هو من رواد المحللين الأمريكيين وهو مقرب جدا من الإدارة الأمريكية وتحديدا بايدن، الذي يطالب بإعادة العلاقات والتقييم خاصة في رجاء
الجانب السياسي وليس في الجانب العسكري. نعم. موضوع العسكري محسوم أمره، لكن موضوع السياسة أي هو يطالب فيما معناه الإدارة الأمريكية أن تطلب من نتنياهو تصحيح وضع الحكومة. نعم، يعني طب من هنا سيد إسماعيل. نعم. عن تعامل حكومة الاحتلال مع هذه الأزمة، كيف ترى تعاملها مع الأزمة؟ أيضا الاقتراحات بإخراج سموتريتش وبنغفير من الحكومة وضم بيني جانتس، هل من الممكن أن يكون هذا مقترح يتم العمل عليه لاحتواء الأزمة؟ نعم، أولا السؤال الأول، الحكومة أو الائتلاف هناك دعوة لتمرير مشروع قانون يتم معاقبة المحتجين، بمعنى الذين يقومون بإغلاق الطرق، وأن المحتجين يعني زادت عمل العنف، وأن الشرطة وإتمار بن جبير كوزير للأمن القومي أنهم لن يسمحوا بحصول الشغب. هذا يعني أن الحزب الحاكم أو الائتلاف هم ماضون بتمرير، وسوف يتم تحديد قواعد، بمعنى سوف يتم مخالفة كل من يحاول أن يرفع يده على شرطي، سوف يتم مخالفة من يعمل بالمكبرات الصوت، إزعاج السكان الإسرائيليين. بدأوا الآن بسن مشروع قانون يحد من عمل دور المحتجين المعارضة. الائتلاف الحاكم الآن اليوم يتهم بشكل كبير أن هناك جزء من العلاقة ما بين الإدارة الأمريكية ودعم هذه المظاهرات أمريكية، يعني هناك توجه أمريكي بدعم المعارضة بشكل كبير. بدأت الحديث في أوساط الائتلاف الحاكم أن هناك قنوات إسرائيلية من المعارضة تتفاعل بشكل كبير. نتنياهو ومن معه ما زال الأمر تحت مراوحة في المكان، بمعنى لا الجلوس في بيت هرزوق رئيس الدولة، لا تفاهمات لا مناقشات، الاستمرار في التشريعات. لكن هناك حديث يدور من تحت الطاولة، الغمز واللمس، بمعنى من قبل كان جنس هو شخصية أكثر بدأت محبوبة في الشارع الإسرائيلي، وهو يحظى بشعبية عالية جدا، وصل باستطلاعات الرأي بمقاعد أعلى بكثير، حتى أعلى من يائير لبيد حزب المستقبل أو حزب جيش عتيد، الذي من المفترض أن يكون هو الطباخ، لكن جنس يحظى بشعبية أكبر. هناك حديث يدور على أنه هو معسكر الدولة أو معسكر الوسط، أنه ممكن أن يقبل، وقالها بشكل أكثر من مرة. حتى المعارضة بدأت تضع علامات استفهام على جنس، كون أنه ممكن أن يدخل ليبرمان. توجد إشكالية كبيرة مع المتدينين، لا يمكن أن يكون ضمن حكومة فيها متدينين، هذا موقفه السابق. لكن الأحداث تتصارع خوفا من الحرب الأهلية، لأن هناك حديث يدور، جنس قالها بشكل واضح، أنا جاهز إلى أنضم إلى هذه الحكومة للخروج من أزمة الحرب الأهلية. والدولة بدأت تتمزق، خاصة وضع الجيش ووضع الاقتصاد، وتحديدا كانت يركز على الجيش، لأن بدأت. طب سيدي، أنت يعني بقراءتك للشأن الإسرائيلي ولكل ومتابعتك لما تقوله جميع الأطراف، يعني هناك الكثير يعني كما قلت يذهبون نحو أنه من الممكن أن تحصل حرب أهلية، أنت بتوقعك هل ممكن أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ لا أعتقد، لسبب واحد بسيط جدا، إسرائيل تعيش على حالة الهوس الأمني وحالة الأمن، وخاصة أنها تقع في قلب الوطن العربي. نعم. وبالتالي إسرائيل دولة عميقة في الثوابت الأمنية والسياسية، هي ليست دولة تعيش في أوروبا أو في أي بقعة من البقع الأخرى، بالتالي وضعها لا يتطلب أن تصل. أعتقد أن هناك حلا ممكن أن يرضي الأطراف، أو الخروج من إثمار أو كذا، خاصة إثمار وسمتروش غير مقبولين أمريكيا وحتى أوروبيا وحتى عربيا. بدأ الحديث يكثر بهذا الاتجاه، وأصبحت هذه الحكومة يعني أشبه بشبه العزل نتيجة وجود وزيرين لديهم نفور كبير وعداء من مؤسسات، وأبرزها المؤسسة الدولية الأمريكية، وحتى الأمم المتحدة بدأت تتكلم وتتفاعل بشكل كبير. أعتقد أن نتنياهو ذكي جدا، ممكن أن يستخدم هذه الورقة يهدد بها سمتروش، وبالإضافة إلى إثمار بأنني أنا جاهز بالتحالف وإدخال جنس على
الخط للوصول إلى حل قد يرضي، وأعتقد أن هذا وارد جدا. أما يعني الحل الأقرب برأيك هو التحالف مع بني جانتس لحل هذه الأزمة؟ نعم. هذا الذي أنا أعتقد أن الأمور تذهب بهذا الاتجاه، وهناك حديث يدور من قبل رجال الأعمال للوصول لحل هذه الأزمة على الأقل للإنصاف، لأن سميتروس وإثمار بنغافير ما زالوا مصممين، وأن هذه هي فرصتهم بأن ينفذوا كل ويلبوا كل تمرير القوانين. نحن نتكلم عن 130 قانون للتمرير لهم. طب سؤالي الأخير لك سيد إسماعيل، تصاعد هذه الأزمة الداخلية في هذه الآونة يعني الآن ولا يوجد حلول حتى الآن لهذه الأزمة، كيف سينعكس علينا كفلسطينيين كذلك على الجبهات مع الاحتلال، خاصة في ظل يعني ما نشهده من مناوشات ربما على الجبهة الشمالية وما تابعناه بالأمس، كيف سينعكس هذا علينا بالتحديد؟ نعم، قالها وزير الدفاع يؤاف جالانت، وحتى جالانت قبله قالها، وبعض القادة قالوا بشكل واضح ورسمي أن التآكل والانقسام الكبير الذي يحصل في الشارع الإسرائيلي فإن هذا يفتح المجال أمام الأعداء، وهون بالإشارة إلى سماحة السيد حسن نصر الله الذي هم يعتبرون أن الجراءة والثقة التي يتملكها الآن وهذه الاحتكاكات التي بدأت من تفجيرات مجده مرورا بالأحداث الخيمتين ثم قرية الغجر ثم على الحدود الشمالية، وبالتالي ومخيم جنين الذي ثبت بأن المقاومة ما زالت مستمرة، هذا يفتح المجال الشهية أمام الجبهات الخمسة تحديدا بدءا من إيران ومرورا بكافة الساحات كلها، هذا يعطي أكثر للتدخل في الوضع الإسرائيلي، وممكن أن تتزايد عملية التآكل. من هنا جنت ويؤاب كان يطلب بأكثر من مرة أن لا تقحموا الجيش في الموضوع، لأن تآكل الجيش سوف يضر في المنطقة وسوف يضع أكثر ضعفا وضعفا، وخاصة شاهدنا أن جنود الاحتياط لأكثر من 300 جندي احتياط رفضوا الخدمة إن تم التصويت على الثانية والثالثة، وهذا سوف يفتح للنظام الجيش النظامي بالتفكير، وهذا وارد جدا، وهذا ما قاله وزير الدفاع يؤاف جالانت أنه يجب أن لا نسمح للأعداء، يقصد الأعداء أي الساحات المختلفة، أن لا يتصاعد هذا العنف في داخل المجتمع الإسرائيلي خوفا من التمزق أكثر وأكثر. وهنا بدأ نتنياهو المأزوم والذي بدأ يبحث عن حلول، وهو الآن يحاول، هنا حديث يدور ما بين الطاولة أن ممكن نتنياهو يهرب مرة أخرى من تصدير هذه الأزمة، نعم. أن يوجه الضربة إلى الجبهة الشمالية، نعم. وهنا توجد الموقف هنا حاسم بالمؤسسات الأمنية، لم تتخذ القرار لأن هذا بحاجة إلى جلسات مكثفة لأخذ القرار، أو أن هناك قرارا مسبقا مثل ما حصل مع مخيم جنين. نعم، شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الإسرائيلي إسماعيل المسلماني على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن.